أراضي ما يعرفهاش خالص خالص، ولا راح 30 ولا راح 50 ولا أي حاجة، ولا يونيو ولا يناير ولا في شيء. معيشته وفي معيشته وبيته، وإحنا ناس قرويين في الزرع وفي الهينك. يا راجل ده اجراء طبيعي وبتاع متعرف المرض، وساعة وحنجيبه لكم وساعتين كده وحناجي. ساعه يعني النهارده بالمناسبه برضو بحاول اشوف حد ايه في بلد مدوشه، فبكلم راجل امين شرطه. يا عم لو سمحت عايزين نعرف كذا كذا، بس هو في المركز ولا في امن الدوله ولا ايه؟ بس عشان ابدا اتحرك، انا مش عايز اعمل له شوشره وتهمه. لا يا ابو ده مش شايل ديك مخالفه، حتى لو كانوا هم عاملين له حاجه يعني يعرضوا العادي يعني طبيعي. انا ابدا اشوف له محامي يعني ولا فايقين. مش التهريج اللي بيحصل ده مش للدرجه دي يعني. بصدق في حياته